مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من كيف الصحة، برنامجكم الأسبوعي من قناة الحوار. سنكون معكم من الثالثة حتى الخامسة بتوقيت لندن. في حلقة اليوم سنسلط الضوء على موضوع هام جدا وهي الأشعة التداخلية. ضيف حلقة اليوم الدكتور أحمد الشربجي وهو أخصائي أشعة تداخلية. إذن سنتحدث عن علوم أو علم الأشعة التداخلية، الثورة الطبية القادمة، ويعتبر الأمل الجديد لكل المتطلعين للعلاج بكل أشكاله، ويعتبر هو أسرع وأرقى علوم الطب تطورا، وأيضا يلقى قبولا كبيرا وتهافتا على من الأطباء من قبل الأطباء في العالم، وأيضا وجود في أغلب المستشفيات المتواجدة في العالم. أصبحت العمليات التداخلية تتم في النخاع الشوكي، العمود الفقري والكلى والكبد، وفي كل عضو من جسم الإنسان من المخ حتى القدمين. إذن سنتعرف خلال هذه الساعتين على أهمية وفائدة الأشعة التداخلية في العلاجات المختلفة. نتمنى لكم متابعة طيبة، وبالتأكيد سنستقبل كل استفساراتكم وأسئلتكم على الأرقام التي سوف تشاهدونها على الشاشة. نرحب معا بضيف حلقة اليوم دكتور أحمد الشربجي، أهلا وسهلا بك. طبعا كثير موضوع مهم جدا، لأن الأشعة التداخلية يعني قلبت موازين الجراحة التقليدية. يليت تعطينا تعريف على الأشعة التداخلية، ما هي؟ نعم، هو بسم الله الرحمن الرحيم، هو في بالنسبة للأشعة في جزئين، في جزء الأشعة التشخيصية وفي جزء الأشعة التداخلية اللي هي بسموها بالإنجليزي Intervention Radiology. الأشعة التشخيصية هي اللي بتقوم بتشخيص المرض. نعم. الأشعة التداخلية هي الجزء الثاني بقى، اللي هو بيتدخل لعلاج المرض. وطبعا ده مجال كبير جدا في أوروبا أو في فرنسا، لأن أنا بشتغل في فرنسا وكده. فمجال كبير جدا في أشعة تداخلية لكل عضو، وعندنا مثلا في المستشفيات الكبيرة في ناس متخصصة بس عشان تعالج الحاجات دي بتاعت المخ والأعصاب، في ناس متخصصة علشان تعالج مثلا في الحالات الكبد والحاجات اللي هي كده يعني، وفي ناس متخصصة في الأشعة التداخلية برضو. نعم. علشان تعالج أمراض اللي هي الجوينت، اللي هي المفاصل والحاجات والفقرات. نعم. وكده. وفي برضو جزء تاني اسمه الفاسكولار، اللي هو الأوردة والشرايين وكده. نعم. الفكرة يعني الهدف منها أغلب الأشعة التداخلية هي عبارة عن أسطرة بسيطة، يعني تدخل في فيمورال ارتري اللي هو الشريان اللي هو. نعم. هنا في عند الحوض بره كده بندخل. أيوة. بالقسطره بنوصل لاي مكان احنا عايزينه. نعم. سواء لعلاج ضيق في الشريان. أيوة. ممكن نقدر نوسعه ونحط بالون. أيوة. او ببالون طبعا نوسعه ونحط ستنت اللي هو دعامه او كده يعني. طبعا ده في القلب نفس الكلام. طيب. نفس القصه. ايضا نشاهد الفيديو الذي يدعم هذا الحديث. نعم. يعني. نعم. تبين مدى دقه الأشعة التداخلية في العمليات الجراحية. تمام. في هذا الفيديو ممكن تشرح لنا دكتور؟ الفيديو ده مجال بقى اللي هو الأشعة التداخلية في العظام والفقرات وحاجات كده. عبارة عن واحد بيشتكي انه عنده غضروف، يعني انزلاق غضروفي. طبعا انزلاق غضروفي ده عملية وشغلانة ونفتح وقصة يعني. أيوة. احنا بالموضوع ده الدكاترة بتاعت الانترفينشن راديولوجي أو الأشعة التداخلية بيدخلوا. أيوة. بإبرة بسيطة تحت التخدير موضعي. أيوة. عن طريق الفقرة بيدخل من وراء، بيوصل للديسك اللي هو الغضروف نفسه. في جهاز بيقعد يقطع، يعني زي يقطع شوية كده لغاية لما يشفط الديسك اللي هو طالع ده. أيوة. ودي بتاخدش يعني وقت كتير يعني، والعيان
بيطلع في نفس اليوم أو ماكسيمم ثاني يوم يعني. إذن إحنا لما نتكلم عن دكتور الأشعة التداخلية نتحدث عنها ده مجال واحد بس، مجال لأنه واحد. مجال كبير. ولكن دور الإبرة هذه التي دخلت الآن، يعني كيف الربط بينها وبين الأشعة التداخلية؟ تحت الـ زي ما شاف حضرتك تحت السي تي اللي هو الأشعة المقطعية. أيوة. إحنا بنشوف الإبرة داخلة، هو كان ظهر دلوقتي. أيوة. الإبرة داخلة فين بالضبط في المكان؟ اهو هنا دخل. هو قبل كده دخل بالإبرة، وبعد كده بدخل فيه جهاز مع الإبرة. الجهاز ده بيدخل جوه عند الديسك اللي هو الغضروف نفسه. أيوة. بيقعد بلف الجهاز أصلا، يعني بيدوس عليه بيقعد يلف، وأثناءه بيشفط هو بقى الديسك ده. فدي حاجة يعني من مجالات الأشعة. كيف بتعالج بالضبط بعد تشخيص الحالة عن طريق الأشعة التداخلية؟ يعني في نفس اللحظة بيتم علاج الحالة؟ هو طبعا العيان بيشتكي من موضوع ده، ممكن بقاله شهور، بقاله شهر، بقاله أسابيع، بقاله فترة يعني. وممكن خد علاج وما فيش فايدة. ففي حالتين، يا إما يروح جراحة تعطي الأعصاب وكده، جراح الأعصاب. أيوة. وكده يعملوها، أو إنه يتجه إلى الأشعة التداخلية. ودي طبعا يعني حياة، يعني مش كل السنتر بيعملوا الحاجات دي. أيوة. إحنا بنشخص طبعا بالرنين المغناطيسي والمقطعية، بنشخص الحالة، وبعد كده بنبدأ يعني نعرض على المريض. ممكن في علاج يا إما جراحي، يا إما نعمل العلاج. طبعا لازم ندي المريض كل الأوبشن اللي هو الحياة المتاحة اللي هو ممكن. نعم. وهو بعد كده المريض بيختار يعني. نعم. بس وبياخد. طيب. موعد وبتتعمل. يعني هل نعتبرها بديل دكتور كما ذكرت في المقدمة أنها قلبت موازين الجراحات التقليدية؟ طبعا طبعا هي ممكن تبقى بديل، لكن كل حاجة طبعا ليها ليميت يعني. أكيد يعني. نعم. لكن هي ممكن تبقى بديل في المستقبل إن شاء الله. طيب إذا حبينا نعرف الفروقات حتى نستطيع أن نعي ونفهم بين الأشعة التداخلية والجراحة التقليدية. نعم. مثلا أفترض أنا هتكلم مثلا عن مجال اسمه النزيف. أيوة. يعني واحد عمل حادثة أو واحد عنده نزيف أو أي كان النزيف، عنده نزيف مثلا نختار في البطن، سهله يعني، اسهل حاجه، او اي حادثه يعني عملناها قبل كده. نعم. الجراح اللي هو جراح الاوعيه او جراح الفيسرا اللي هو بتاع الجهاز الهضمي، بيدخل المفروض يربط الوريد اللي هو فيه نزف ده. طبعا هيفتح وهيدخل وهيشوف وقصه يعني. احنا طبعا الوقت بحرج يعني، العيان بينزف وخلاص يعني، ممكن لو اتساب كده يموت. طبعا في حاجات بتتعمل يعني، نقل دم والكلام ده. نعم. اللي هي الحاجات الاوليه، الاسعافات الاوليه. دور الدكتور بتاع الاشعه الانترفينشن راديولوجي او الاشعه التداخليه نفس الكلام، هو نفس الفكره برضو. انا بدخل من نفس الحته اللي قلنا عليها، نفس الشريان. نعم. الشريان. وادخل بالقسطره، افضل امشي وبعد كده بحقن. طبعا انا في فتره قبل كده العيان دخل المستشفى بتعمل له اول حاجه سي تي. السي تي شاف اللي هو الاشعه المقطعيه، شاف انه في نزيف جوه البطن. فهو في حلين، يا اما لو طبعا ما فيش دكتور اشعه تداخليه يبقى هيدخل على الجراحه على طول، الجراحه المفتوحه. مفتوحه طبعا. نعم. الأشعة التداخلية إحنا بقى بندخل بالقسطرة وبنوصل للشريان وبنحط مادة بسيطة كده، بنقفل الشريان اللي هو بينزف في الآخر خالص يعني، لوقف النزف وبس. وخلاص بكل بساطة. الموضوع يعني الموضوع بياخد حسب خبرة الدكتور كده نص ساعة مثلا. نجاح الأشعة التداخلية في العمليات الجراحية دقيقة يعني. نعم نعم. لأن إحنا بنشوف إحنا يعني بنعمل. ما هي حالة نسبتها دكتور؟ والله يعني أنا ما تحضرنيش نسبة قدامي، بس أنا اللي أقدر أقوله إن أنا بشوف قدامي يعني. أنا مثلا نزيف دخلت. نعم. قفلته خلاص، انتهى النتيجة. نعم. قدامي على طول يعني. نعم. شيء جميل. طيب. نعم. يعني عرفنا دكتور على الآليات والأجهزة التي تستخدم مع الأشعة التداخلية، هل هي مع أم هي الأشعة التداخلية؟ طبعا ده مجال كبير يعني، برضه هنرجع نقول الأشعة التداخلية دي أقسام. نعم. في أقسام كبيرة.
طبعا الأجهزة الحديثة هي تكلفها غالية جدا يعني، وفي حاجات طبعا حاجات بسيطة في الأشعة التداخلية. الحاجات الكبيرة اللي هي تكلفة المواد اللي احنا بنحقنها، نعم، اللي نقفل بها الشريان، والحاجات دي تكلفتها غالية خالص. لماذا يعني دكتور؟ هل هي مصنعة والله هي المواد يعني لماذا هي غالية؟ غالية ما أعرفش إيه السبب، لكن هي في أوروبا ما فيش مشاكل لأن دي الدولة بتدفع الحاجات دي، نعم. لكن في البلاد اللي مثلا ما فيش فيها تأمين صحي أو كده بتبقى غالية. نعم. هل المواد يعني مصنوعة خاصة من شيء ما؟ هذا طبعا السبب؟ تبقى لها صناعة معينة، حاجات معينة يعني أنا ما أعرفش إيه التركيب بالتفصيل، نعم. لكن أعرف أنها مواد خاصة الحاجات دي، أن هي تدخل بتقفل يعني تدخل في المكان على طول. بتسد، نعم. في مواد بتقفل على طول وفي مواد بتقفل شوية وبعد كده بتدوب. بتدوب لما هي أصلا قفلت خلاص الشريان يعني وحصل تجلط والدنيا اتقفلت الحمد لله. بس نعم. في بقى أجهزة، نفس الأجهزة بتاعت الأشعة، في الأشعة العادية دي نفس الأجهزة دي بنستخدمها إحنا زي مثلا الأشعة المقطعية. أيوة. هي نفس الكلام برضو. سيتي سكان. والسيتي سكان إحنا بنستخدمه في الانترفينشن راديولوجي اللي هو الأشعة. أيوة. التداخلية بيساعد أكتر يعني. وفي الأشعة العادية بقى اللي هي بالصبغة وكده عشان نشوف إحنا ماشي الشريان رايح فين ومكان النزيف ده كله إيه بنشوفه يعني. نعم. طبعًا. متى يقرر الجراح أن يقوم بالعملية بالأشعة التداخلية؟ طبعا إحنا يعني في المستشفى اللي بنشتغل فيها في تعاون، بيبقى مثلا الدكتور بتاع نساء حصل حالة نزيف، فهو أسهل له هو يعني ده شغل بينه وبين بعضينا يعني في سيستم ماشي كده يعني النظام هو كده. بيتصل مثلا بيا الدكتور عندي حالة كذا 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 نزيف، فإيه رأيك وكده؟ أوكي أنا مثلا بنبطش ده لو أنا مش موجود في المستشفى بنبطش وكده، فباجي على طول يعني بمجهزين الحالة وكده وبندخل نشخص النزيف مكانه فين وبندخل نقفل النزيف ده. ده يعني بنشتغل زي تيم يعني مع بعض تيم اوف وورك يعني. لا يستطيع يعني لا يستطيع هذا الطبيب مش كل واحد لوحده طبعا. نعم. يعمل لوحده. نعم. نعم. طيب كم المده يعني دكتور في هذه الحالات النزيف؟ النزيف يعني انا بقول يعني نص ساعه ماكسيمم ساعه يعني حسب العيان وكده، لكن هي من نص ساعه لساعه كويس يعني. نعم. تخلص. طيب دكتور حابين نسال يعني هل هذه الاجهزه متوفره الاشعه التداخليه في كل مستشفيات بريطانيا بما انك بفرنسا؟ نعم. والان انت في بريطانيا. نعم. وهل هي فعلا يعني موفره لكل الذين يحتاجونها ام هي كما ذكرت لانها غاليه الثمن؟ نعم. وهناك نعم. في استثناءات. صح. والله انا خبرتي برضو انا اعرف يعني دكاتره اشعه تداخليه في بريطانيا وفي فرنسا والسيستم واحد. الحاجات الكبيرة اللي هي العلاج مثلا أورام محتاجة كيماوي. أيوة. برضو الأشعة التداخلية وكده دي بتتعمل في سنتر كبير يعني. أيوة. مكان كبير. لندن، برمنغهام، الحتة اللي أكسفورد. نعم. حتى اللي هي الكبيرة زي عندنا برضو في باريس وحتى الكبيرة يعني. في حاجات صغيرة دي بتتعمل في أي مستشفى يعني برضو بتعتمد على إيه على الدكاترة نفسيهم. إذا كان واحد عنده تريننج. أيوة. يقدر يعملها في أي مستشفى اللي هي اللي الحاجات اللي لو في خراج في البطن في مش عارف كيس تجمع. نعم. سائلي عند المفاصل الحاجات دي بتتعمل حقن الكورتيزون. نعم. في الجوينت في المفاصل والحاجات دي ممكن أي دكتور يقدر يعملها في أي مستشفى في أي حتة في العالم لأن. نعم. مش محتاجة غير إبرة صغيرة وتخدير صغير وأشعة. نعم. تلفزيونية في حاجات يعني بتحتاج أجهزة أكبر شوية دي لازم. نعم. تبقى في مركز كبير يعني. يكون فيها تقدم أكثر. نعم. في. نعم. فرق بينها وبين الاندوسكوبي دكتور الأشعة التداخلية و... الاندوسكوبي ده مجال تاني يعني اندوسكوبي يعني الاندوسكوبي أو في حاجات الاندوسكوبي بيعملها واحنا ممكن نقدر نعملها مثلا يعني من ضمن الحاجات اللي هو بيعملوا اللي هي الجاستروسكوبي للمعده. أيوة. واحد عنده مثلا مشكله سرطان ربنا يعافينا كده في الاماكن دي وما يقدرش ياكل وكده فبيضطروا يعملوا له
تيوب بيعملوا تغذية عن طريق المعدة. فدي ممكن يعملوها هم بالاندوسكوبي او ممكن يعملوها الجراح ممكن يعملها. نعم. او احنا برضه كثر الاشعه بنعمل الكلام ده تحت الايه الاشعه العاديه. فيعني في فرق ولكن متقاربين يعني. نعم في نفس يعني هم ساعات برضه بتاعته الاندوسكوبي وكده ما يقدروش يدخلوا هم لانه السرطان قافل خالص. فما لهاش حل غير يدخل من عند بطن العيان. نعم. فيا اما يدخل جراحه يا اما يدخل ايه بالاشعه التداخليه. نعم. اللي احنا بنعملها اليوم عندما نقف دكتور، وخصوصا ان كثير من المشاهدين الذين يشاهدونا ان ليس لديهم الوعي الكامل. نعم. عن اهميه هذه الاجهزه او الاشعات المختلفه. نعم. في المستشفيات، يعني الى اي مدى اليوم لابد على كل انسان ان يتعرف على هذه الاجهزه ليفهم خصائصها وعملها وفائدتها في حالات العلاجية. صحيح، هي برضو موضوع الأشعة التداخلية يعني موضوع حديث وقديم يعني الاثنين. نعم. هو كل سنة عن سنة بتطور وفي حاجات جديدة بتظهر وكله. نعم. هي مشكلة إنه ما فيش ثقافة يعني في هذا المجال كويسة. نعم. وممكن يكون حتى في بعض الدكاترة يعني الله أعلم يعني ما عندهمش برضو ايه حتى الاطباء نفسهم يعني هل لانهم بس ده قليل لا يستطيعون ان يعني يستخدموها لانه موضوع متطور وجديد وكل يوم في جديد. فهو الدكتور هيقرا في مجاله او المجال الثاني كده. بس ايه ده دورنا برضو ان احنا في هذه بنعرض الدكتور الاشعه. بيشخص الحاله وبيعرض هو ممكن يعمل ايه. يعني انا ما اشوف حاله مثلا معينه بقول دي كذا وممكن يتعمل لها كذا. فأنا بدي فرصة للدكتور اللي قدامي. نعم. إن هو يفكر ويختار. يعني إحنا كلنا بنشترك في تقديم العلاج الطبي المناسب للمريض. نعم. فكلنا بنشترك في هذا الأمر يعني. نعم، شيء جميل. نعم. طيب دكتور، يعني إلى أين وصلت ثورة الأشعة التداخلية حتى الآن؟ هي وصلت حاجات كثيرة يعني. كل يوم في جديد في علاج الأورام طبعا والاكتشافات اللي بتحصل. أيوة. والأجهزة فكل يوم في جديد يعني. كل واحد لما يروح أي مؤتمر يلاقي في حاجات جديدة. مثلا من مثلا أول 3-4 سنين أو حاجة كده ما كانش في حاجة اسمها علاج مثلا سرطان البروستيت اللي هو البروستاتا. نعم. ما كانش الأشعة التداخلية لها مجال في الموضوع. نعم. ده لكن مع الوقت بدأت الأشعة التداخلية تدخل في الموضوع ده ويدخلوا. أيوة. على الشريان وفلو كده يعني في تطورات في حاجات جديدة بتحصل. طيب في أجهزة. الـ 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 اليوم الأمراض التي هي كثيرة يعني. نعم. صراحة. نعم. ولكن حابين تعرفنا يعني حالة كيف ممكن وما هي الأمراض؟ نعم، احنا ممكن ناخد حاجه بسيطه اللي هو المجال لانه يعني انا ممكن اتكلم مع السرطانات وكده وبس. العيانين بتاعت السرطانات يعني ممكن هل ممكن كل انواع السرطان 2% باختلاف يستفيد من هذه الاشعه التداخليه يعني حسب برضو يعني حاله بحاله ما اقدرش ايه اخليها جنرال او عام. انا اتكلم مثلا عن حاجات بسيطه ممكن وهي؟ كل الناس بتشتكي منها وهي اللي هي الالام المفاصل مثلا او الاعصاب. أيوة. اللي هي الاعصاب بتاع العضله نفسها. نعم. ممكن واحد عنده الم في الكتف. ممكن عنده الم في الرسغ او في المفاصل اليد او في الركبه او. أيوة. اي الم يعني او في الرقبه او في الظهر. هذه موجوده دكتور يعني كل واحد مش حتى الاطفال. ايوه انا اتكلم. نعم. عن ده لانه ده يعني كل البيوت غالبا فيها. نعم. حاجه كده ربنا يشفي كل الناس يمكن يعني. بسبب طبيعه الحياه والشغل. نعم. والكمبيوتر والكمبيوتر والاكل وكل. نعم. كل الحاجات دي بتاثر حتى العاملين في المكاتب. نعم. يعني. نعم. بيشتكوا. نعم. منها. طيب كيف ممكن تدخل في هذه في العلاج؟ اول حاجه طبعا بنمر بمرحله التشخيص. لازم اول نشخص الحاله. نعم. يعني مثلا ناخذ موضوع الكتف مثلا. موضوع الكتف تشخيصه لو واحد عنده الام في الكتف. أيوة. ممكن نشخصه يا اما عنده رابتشر اللي هو قطع في العضله او في العصب بتاع العضله.
ده بدخل مجال بقى جراحي، يبقى انا على طول بتاع اشعه انترفينشن بقول لا ده لازم يتعمل له جراحه. في اللي عنده الام لكن ما عندوش قطع، عنده مشكله في العصب نفسه، نعم، يعني ما من كتر الاستخدام حصل له زي ايه تهتك بسيط او يعني ضعف شويه، ممكن اقول كده، او التهابات بسيطة. العصب الأعصاب ضعفت، نعم، اللي هي الأعصاب بتاعت العضلات، نعم، فبالإنجليزي التندون يعني تندر. دي احنا لينا مجال في الموضوع ده، يا اما ممكن برضو تروح جراحة، جراح يدخل في الكتف. أيوة. وينظف، لانه بيبقى فيه التهابات، يدخل بقى اللي هو اندوسكوبي حيات برضو بالمناظير وكده. أيوة. يدخل ينظف، وعملية طبعا كبيرة بتستغرق يعني وقت دكتور، بتاخد وقت طبعا معاهم اكيد، انا ما اعرفش بالضبط كام، لكن هياخد بقى اللي هي الجنرال انسيزيا اللي هو التخدير الكلي دي انا بعملها في 15 ل 20 دقيقة يعني، والعيان بروح دي الحمد لله. يعني الأشعة التداخلية بتستغرق وقت أقصر من الجراحة طبعا، ومش محتاجة تخدير عام وكده. ودورها كيف الدور بالتحديد دكتور في الأشعة التداخلية في حل هذا؟ نعم، احنا بنعملها الحاجات دي يعني الدكاترة الأشعة التداخلية بيعملوها تحت الألترا ساوند اللي هو الأشعة التلفزيونية. أيوه. طبعا بيبقى شايف المكان وعارف المكان المرض فين، التهابات او اي حاجه من هذا المثيل يعني. أيوة. وبندخل بابره بسيطه طبعا بعد التخدير، بنحن غالبا الحقن الموجود اللي هو الكورتيكوسترويد الكورتيزون يعني. أيوة. في عيانين بيخفوا على طول. نعم. وفي عيانين بيخفوا 3-4 شهور وممكن نعمل لهم الموضوع ده تاني. نعم. مسموح لنا 3 مرات في السنه. ايوه. وفي عيانين بيحصل تراجع، ما يخفوش، دي مثلا نسبة بسيطة. نعم. لكن ما اقدرش اقول ان احنا يعني خلاص 100%، لا، لازم في فشل، وساعتها بقول انا الدكاترة يعني بقول لا ده لازم ابعته لجراح، لانه خلاص يعني وصل لمرحلة. نعم. لابد فيها من القرار النهائي يعني، بعرف ان دي عاوزة جراحة يعني. طيب. نعم. دكتور طبعا جدا هذا الموضوع مثير، وهناك العديد من الأسئلة في الحالات التي تدخل فيها التداخلات الإشعاعية في الأمراض المختلفة، سنتحدث عنها بكل حدة، ولكن نأخذ فاصل، اسمح لي مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ومن ثم عودة لموضوع حلقة اليوم في كيف صحة الأشعة التداخلية، ثورة في عالم العمليات الجراحية الدقيقة. طبعا أكيد راح نكون في استقبال كل أسئلتكم للدكتور متخصص أخصائي أشعة داخلية دكتور أحمد الشربجي، يكونوا معنا بعد هذا الفاصل. ونحييكم مرة أخرى في نصف الساعة الأخير من برنامج كيف الصحة، الأشعة التداخلية ثورة في عالم العمليات الجراحية الدقيقة، مع الدكتور أخصائي أشعة تداخلية أحمد الشربجي الذي أتى من فرنسا. أهلا وسهلا بك دكتور. دكتور يعني قبل الفاصل تحدثنا عن أيضا حقن عبر الإبر بمواد الكورتيزون للمناطق التي تحتاج كالكتف والفقرات الرقبة والظهر وغيرها. السؤال الذي ذكرته يعني في شرحك بأن أحيانا تنجح وأحيانا لا تنجح، يعني مدى وصولنا إلى المراحل النهائية أو النجاح المطلوب في الحقن وفي هذه العمليات عبر الأشعة التداخلية؟ اللي أنا كلمت قبل الفاصل كان هو يعني هو treatment of pain، علاج الألم للألم فقط. المشكلة المشكلة العيان بيبقى عنده ألم ومش قادر يعيش طبيعي، لأنه صحيح. الألم موجود بالليل. نعم. بالنهار في الشغل، فأنا القضية بتاعتي بتبقى علاج الألم. هي دي ليس إزالة الـ 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 هو علاج الضرر. الألم. نعم. وعلاج الكوز أوف بين، ممكن يبقى سبب الألم حاجة مش بتاعتي يعني، ما أقدرش أنا أتدخل فيها، عاوزة أي جراحة دي أنا بمشخصة قبل كده. نعم. بعرف أعمل MRI، أعمل CT، وعمل الحاجات دي، وعمل حقن أصلا في CT. أيوة. أو في MRI بحقن وعارف إيه المشكلة، فده يعني أنا بختار العيانين دول هيمشوا
دول هي عاوزين العلاج ده هيخفوا على العلاج ده ان شاء الله، لان انا عارف انه ده الانديكيشن ده المطلوب ليهم. لا في عيين من البدايه بعارف دول لا ما ينفعوش اتعمل لهم الحاجات دي، لازم ابعتهم لواحد جراح. وطبعا بشرح لعيني الكلام ده وبيروحوا. فمن البداية بقى أنا محدد نسبة العيانين باختيار العيانين. نعم، وفيك تعرف نسب النجاح طبعًا يعني في طبعًا. هذا يعني في أنا حالة. الحمد لله أغلب الدكاترة بتاعت الانترفينشن راديولوجي لما بيعملوا حالة الحقن دي العيان بيبقوا مبسوطين خالص، يعني بيخفوا. تاني يوم بحسوا بال انه الالم بدا يروح يخف شويه شويه يزول. نعم طبعا في حاجات تانية بنطلبها من العيان، يعمل علاج طبيعي كمساعد يبدا في شغله مده اسبوعين، يا اما ياخد راحه يا اما يخف الشغل شويه، لانه ما اقدرش انا عارف ايه السبب ان هو بيشتغل في حاجات تقيله حاجات، ما اقدرش اقول له اقعد في البيت وما تشتغلش طبعا. نعم. لكن نعم. بقول له يعني ادي نفسك فرصه اكيد او انك تبدا تشتغل بالايد الثانيه فتره لغايه لما العلاج يبدا ياثر، والا كده اقول له ما اقدرش يعني اضحك عليك اديك علاج وانت ما بتسمعش النصائح، يبقى مش هيبقى في ضرر اكثر بعد طبعا. طيب دكتور نشرك ايضا مشاركين. نعم. عمر من المانيا، اهلا وسهلا بك يا عمر. السلام عليكم. اريد اسال دكتور عمرت عن مرض البروستاتا، هو تطرق للبروستاتا الاشعه بالنسبه للاشعه المقطعيه. ايوه اريد افهم هل الاشعه المقطعيه تكتشف الامراض الخبيثه اللي في البروستاتا؟ اوكي. نعم. عندك عندك اي تساؤل؟ نعم طبعا. وهل بعد العلاج ترجع الامراض هذه ولا تروح؟ نعم. طيب يعني بعد الجراحه ولا اي حاجه؟ نعم. طيب يا عمر شكرا لسؤالك، شكرا. سؤال مهم جدا. الأشعة المقطعية أيضا جزء من الأشعة هي السيتي سكان؟ سيتي سكان. نعم. أيوة. نعم. هل فعلا بتبين دكتور الأمراض الخطيرة كالسرطان وغيرها؟ طبعا طبعا طبعا. بس هو المشاهد بيسأل عن أي حاجة معينة اللي هي البروستات. البروستاتا. هو تشخيصها طبعا تشخيص امراض البروستاتا بيبدا باول حاجه اللي هو بيقيسوا نسبه الهرمون في الدم الخاص بالبروستاتا اسمه بي اس اي بروستات انتيجين فور كانسر، يعني بيقدروا يحددوا نسبه السرطان انه موجود او مش موجود. الخطوة الثانية العيان بيعمل حاجة اسمها الأشعة التلفزيونية. أيوة. عن طريق الريكتم اللي هو اللي من وراء يعني من فتحة الشرج. نعم. نعم. الخطوة الثانية بيبدأ بقى الدكتور لو محتاج شاف انه في نسبة الانتيجين ده عالي شوية عشان تحديد السرطان او في سرطان او ما فيش، بيدخل بقى حاجه ثانيه يعملوا MRI. ما بنعملش سي تي. رنين مغناطيسي. اللي هو رنين مغناطيسي، ما بنعملش سي تي للبروستيت، ما بنعملش سي تي عشان تشخيص، لان ما بنشوفش حاجه فعلا. يا اما بنعمل الترا ساوند يا بنعمل MRI اللي هو رنين مغناطيسي. طبعا الرنين المغناطيسي بيشوف السرطان وتحديد مكانه، وده بيساعد الجراح اللي هو بتاع اليورولوجي اللي هو بتاع المسالك انه يدخل ياخد عينه من المكان ده. أيوة. ده بقى متاكد 100% انه في ايه، والعينه بتروح طبعا المعمل وتتحلل وايه بيحدد بقى ايه السرطان وكده. نعم. يعني طب احنا راح نجاوب. نعم. ايضا عمر دور الاشعه التداخليه في علاج هذه الحاله الامراض البروستاتا. نعم. لكن ناخذ اتصال من تونس. الحبيب اهلا وسهلا بك. الو اهلا وسهلا تفضل. عندي التهابات اعصاب الطرفيه. ايوه عندي التهابات الاعصاب الطرفيه. طيب سؤالك اخي. هل الطب الجديد هذا يصلح للطب هذا ام لا؟ شنو العمليه الاولى نقوم بها؟ طيب او ممكن بس نعرف بيشتكي من ايه بالضبط يعني؟ تنميل في الاعصاب الطرفيه وفي في الايد ولا في الرجل؟ الساق في الرجل يعني.
اي في الرجل اي في الرجل في في الارجل يعني الرجل. لا طبعا طبعا يعني هو فعلا دي حاجات كثيره بنشوفها كثير اللي هي هو هذا سؤالك الحبيب نعم. ولا في خلاص طيب صدر. شكرا لاتصالك دكتور ممكن تجاوبه بعدين نرجع لعمر بالاشعه التداخليه طيب ماشي هل ممكن يساعده في الاشعه التداخليه كمان هو حسب يعني لازم اولي بالتشخيص لان احنا ما نقدرش ندخل على مجال الانترفينشن غير لما بشخصنا صحيح لو فعلا التعب الاعصاب والحاجات دي سواء في اي مكان يعني كان في الرجل وكده كان سببها من الغضروف أيوة. من الظهر ورا يعني في مثلا اوستيو ارثرايتس اللي هو الخشونه أيوة. او ديسك اللي هو الغضروف زي ما احنا ورينا والحاجات دي في الفيديو نعم. دي ليها علاج طبعا ليها علاج يا اما جراحي لو حاجه يعني بالتاكيد دخل على العصب و ضغط عليه شوية ممكن دي نعالجها بالانترفينشن راديولوجي يا إما زي ما احنا ورينا في الفيديو بنشفط الديسك اللي هو الغضروف اللي عامل الكلام ده نعم. الحاجات اللي بنعملها تانية الحاجات التانية ده لو كان نفس التشخيص زي ما أنا بقول طبعا ما كانش حاجات لها علاقة بالأعصاب نفسها الطرفية ولكن غالبا حسب لو فوق 50-60 سنة هو ده بيبقى الظهر يعني فوق 60 سنة كده بيبقى غالبا من الظهر يعني من نعم. الفقرات إيه بندخل تحت السي تي أندر سي تي بنحقن الكورتيكوستيرويد أو الكورتيزون في المكان وده بنعمله على طول يعني نعم. كل يوم يعني ولكن في حالة الحبيب هل هي واضحة يعني دكتور لك يعني الحبيب اللي هو تونس نعم نعم أعصاب نعم. الطرفية اللي هي برضو يعني أنا لو أنا بقولت يعني هل ممكن من البداية لازم طبعا لازم أول نشخص يعني نعم. هو لو عمل MRI CT وفعلا طلع عنده مشكلة في الغضروف والحياة دي يبقى ده ممكن يدخل مجال الأشعة الانترفينشن راديولوجي ويتعالج أيوة. نعم. وتبقى ممكن يخف مدة 3-4 شهور ممكن أيوة. يخف على طول حسب برضو كل حالة ليها إيه علاجها وظروفها نعم. نعم. إذن الحبيب عليه أن يقوم بالتشخيص عند الأطباء نعم. متخصصين نعم. الأعصاب نعم. طيب ناخذ نعم. اتصال من السعودية من محمد تفضل الو اهلا وسهلا تفضل سؤالك مساء الخير اهلا وسهلا الخير الدكتور بسأله عن موضوع الديسك هذا الانزلاق الغضروفي هذا نعم انا جاني قبل 4 سنوات وقرروا علي عمليه وبعدين قالوا لا ما يحتاج عمليه بس مجرد مسكنات وزي ما تقولوا علاج طبيعي وهذا هل يتطور المرض هذا معايا مدة طويلة أو يروح مع التمارين والمسكنات وش تنصحني بذلك يا دكتور الله يحفظك نصيحة نعم. نعم. طيب عندك سؤال له دكتور نعم طيب حضرتك بتشتكي من آلام في الـ في لا لا. في الأرجل أو تحت لا الأطراف اليسرى في القدم اليسرى نعم. بالذات في الصباح لما أقوم في الصباح من السرير أحس بآلام في القدم اليسرى نعم نعم تحت لغاية 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 تحت لغاية الأرجل الرجل اليسرى اليسرى بالكامل أحس في الصباح لما أصحى من هذا من السرير أحس والله التعب كم عمر حضرتك عمري يمكن تقريبا 60 سنة نعم نعم طيب الله يحفظك الله واضح دكتور شكرا الله يشافيك اخ محمد شكرا لسؤالك طيب بالنسبه لمحمد في هذه الحاله 60 عام يشتكي من انزلاق الغضروفي يعني وضعوه في حاله اما يعمل عمليه او لا يعمل عمليه ما هو الحل هو زي ما انا قلت يعني قبل لما ردينا على الاخ اللي هو الحبيب من تونس انه في مرحلة من العمر بيبدأ الجسم يضعف شوية منها الديسك والفقرات أيوة. فلو الديسك طلع برا شوية مكانه بيضغط على العصب فلما يضغط على العصب بيحس بقى المريض بالألم في الظهر ونازل تحت خالص خالص حسب المكان بتاع الديسك نفسه لأنه في فقرات 1-2-3-4-5 الفقرات اللي ورا نعم. حسب مكان الفقرة نفسها لو كان فوق بيفضل فوق لو كان تحت يعني 5 وكده بينزل الألم لتحت
طيب في الحالة دي احنا زي ما احنا قلنا دكاترة الأشعة بيشخصوا أول حاجة، بيشوفوا في انزلاق غضروفي. في هذه الحالة التشخيص يتم عن طريق MRI. MRI. يعني احنا بنفضل الMRI وينفع CT، يعني ينفع CT وينفع MRI. نعم. فبنشخص أول حاجة بنشوف في الغضروف لامس العصب في هذا المكان وكده، ممكن نعالجه اللي زي ما احنا ورينا ده من نعم. من طرق العلاج دي حاجه هي حاجه نعم. يعني متقدمه خالص نعم. 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 يعني كجراحه بهذه الدقه بسيط خالص احنا ما فيش، لانه الجراحه بالنسبه لي انا يعني مشرط وافتح نعم. ده بعتبر جراحة، دي ما فيش، دي إبرة أبداً. ندخل وخلاص تحت الـ يعني السيتي. اللي بيشوفها بي يعني نعم. مخيفة بحسة بالنسبة لي دي عادي خالص نعم. يعني قالت المخرج عيد لنا هذا المقطع. طيب في حالة محمد، في حالة محمد الأستاذ محمد والله أنا بقول يعني لو كان غضروف بقى له 4 سنين معناها أنه مش علاج جراحي، مش محتاج يعني جراحي. هذا المشهد نعم. مرة أخرى طبعا ظاهر أنه في هذا الأشعة، دي الأشعة المقطعية، المقطعية ومعها الأشعة العادية، يعني دي الأشعة دي المقطعية يعني والعادية نعم. بنحدد المكان نعم المكان وهنا توضيح نعم نعم. دي الإبرة اللي بتشفط الغضروف نفسه، دي هي نعم. بتلف نعم. الإبرة دي ليها زي موتور كده أيوة. جوه بيلف بيلف وبيشفط الايه الغضروف نعم. يعني اهميه شفط الغضروف دكتور لرفع الضغط على ايوه هو دي الفكره نعم. ان هو نعم. بيشفط عشان ايه يرجع بقى مع الوقت يرجع الضغط على الايه على العصب على العصب يبعد عنه ده حاجه من نعم. من الحاجات اللي احنا بنستخدمها في العلاج، لكن ممكن ما تبقاش متاحه في بعض البلدان الدول. نعم. ففي حاجات بسيطة. سؤال أيضا، إذا كانت هي غير متاحة بعض البلدان، هل المتخصصين متاحين في هذه البلدان؟ والله يعني لا، يعني هي دي يعني لدقة هذه العملية أيضا يعني تحتاج كتير. إلى متخصص. أنا أعلم يعني بعض البلدان ممكن يكون عندهم الجهاز نعم. سهل CT موجود في نعم. أماكن كتير، لكن ما عندهمش ناس متخصص تعمل الحاجات دي بالضبط. لكن ممكن حاجات بسيطة الأستاذ محمد يعني ممكن تبقى indication أو يعني من أساليب العلاج اللي هو الكورتيزون. طبعا الكورتيزون الناس تسمع كلمة كورتيزون يقول لك كورتيزون ومشاكل الكورتيزون ومضاعفاته ومشاكله أنا على المدى البعيد. أنا بعالج شي حالة روماتويد أو حاجات دي لا نعم. أنا هي إبرة ومرة وخلاص وانتهى، مش مرة مش بياخد كل يوم كل يوم ده الكورتيزون اللي بياخده كل يوم كل يوم نعم. ده موضوع تاني، ده طبعا لازم يبقى نعم. تحت رعاية الطبيب وكلام، لكن بالتأكيد. انا بحقن حقنة بسيطة وخلاص وانتهى نعم. يعني الموضوع مش الكورتيزون بقى اللي هو ايه اللي باخده كل يوم ومش عارف فعلا ده ليه مضاعفات اكيد يعني نعم. ممكن تحصل وممكن ما تحصلش، ولكن الموضوع اللي هو الغضروف ممكن انا برضو تحت CT اللي هو الأشعة المقطعية ادخل نفس الطريقه يعني نفس اللي بيحصل ده دلوقتي نفس المكان ادخل واحقنه وخلاص وانتهى، والموضوع ده بياخد تقريبا 20 دقيقه نعم. والعين بروح ومفيش مشاكل. طيب في حاله عدم وجود كفاءات يعني خصوصا يعني نتحدث عن لا نستطيع أن نعمم، ولكن نعم. في بعض الدول يعني الكفاءات الغير متخصصه في هذه العمليات الاشعه التداخليه، ما هي المشاكل التي تنتج عنها في حالة فشل المتخصص من إنجاح هذه العملية؟ هو الواحد يعني الناس اللي هم الدكاترة اللي بيعملوا انترفينشن راديولوجي أو كده متدربين على الحاجات دي فهم عارفين المشاكل وعارفين كل حاجة أيوة. هو في التدريب بتاعه بيبقى عارف الحاجات دي ده من أساس طبعا في أوروبا والدول العربية أكيد وأي نعم. دول يعني بيبقوا عارفين المضاعفات وعارفين أيوة. اللي هيحصل وعارفين لو حصل إيه هي مضاعفات هيعمل إيه بعد أيوة. كده أهم المضاعفات دكتور إحنا ما حابين نخوف أيوة. ولكن لابد أن يعرف اليوم لا هو أنا بنخاف إحنا من الانفكشن اللي هو الالتهابات دي أيوة. أكتر حاجة بنخاف منها يعني بالنسبة للفقرات، وطبعا في حاجات يعني حديثة يعني مش عاوز أخوف الناس منها كتير إنه في مضاعفات على الأعصاب يعني ودي ما بتحصلش مثلا إلا مرة في 20-40-100 ألف يعني حتى نادرة جدا ولكن مع تطور الإيميجينج اللي هو التصوير وكده الدكتور الأشعة دلوقتي بيعرف هو
يحقن دلوقتي ولا يستنى ولا يعني في حاجات كده يعني. نعم. هو برضو بيدي صبغة مثلا لو هيحقن في الظهر. أيوة. بيحقن صبغة بيشوف انه مكانه صح ولا، لان هو مفروض الصبغة طبعا بتوضح طبعا. بشكل واضح كلير. الصبغة دي بشوفها انا في الـ في السي تي بشوفها مكانها فين. نعم. لو شفتها دخلت ارتري يعني شريان وكده، لا ما حقنش. فهي دي الخبرة. أيوة. التعليم الدكاترة في كل مكان هم عارفين دكاترة. يعني للأسف أن نسمع أيضا عن يعني. دكتور بعض الأضرار الناتجة لخطأ طبي. نعم. في هذه الحالة في نتج عنها طبعا. شلل كامل أو نتج عنها دمج طبعا. بشكل طبعا. كبير طبعا. يعني طبعا. للأسف لعدم وجود هذه الكفاءات. وأنا يعني صح. أتحدث من منطلق أنه فعلا يعني صح. هناك أبحاث ومعلومات عديدة تحصل في الدول العربية للأسف صح. وليس صح. أيضا لديهم حماية صح. لهذا الخطأ الناتج نعم. عن خطأ نعم. طبي أو خطأ نعم. خطأ نعم. طبيب غير نعم. كفو نعم. يعني أسفا نعم. 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 يعني لا ندري. لكن دكتور يعني أنت الآن تحدثت عن هذه الإبر نعم. أيضا حب أعرف أكثر أنه هذه الإبر هي مختلفة لكل حالة، هي طبعا. ليست طبعا. يعني إبرة واحدة مش نعم نعم نعم, نعم. يا ريت كمان تعطينا. ولو تكلمنا عن موضوع الإبر يعني حسب يعني نعم. أنا ممكن أتكلم في مجال الإبر حسب بقى هعالج إيه بيها. هي غالبا الانترفنشن راديولوجي غالبا إبرة يعني الموضوع كله هو كله سهل بالإبرة مثل ما شفنا نعم. الجراحة مشرط أنا مش بالضبط. يعني أنا بحب الجراحين طبعا في فرق الآن بين الإبرة وبين المشرط سكينة والإبرة أقول للناس أنه موضوع نعم. سهل يعني إن شاء الله. الإبرة حسب عاوز أعالج إيه يعني لو هدخل في المفاصل إبرة صغيرة نعم. يعني ممكن أي دكتور يعملها في أي مكان في أي حتة أي الإبرة العادية اللي هي بناخد نعم. بها في الانتراماسكولار او انترافينس في الوريد او في العضلات هي نفس نعم. الابره يعني للمفاصل غالبا يعني انا يعني يبقى سهل الامور لكن نعم. لو هبدا ادخل بقى في الشرايين وحاجات كده ده موضوع ايه تاني خلاص ابر معينه مختصه وابر ابر اقدر ادخل فيها الجايد اللي هو اللي بيساعدني اللي هو الجايد واير اللي هو نعم. عارفي جايد واير بدخل نعم. بيه انا عشان اوصل للشريان دقيقه او سلك حاجه سلكه ايوه سلكه بسيطه اسميها نعم سلكه ببساطة نعم. الامور اسميها نعم. سلكه فعلا نعم. السلكه دي بدخل انا من ابره يعني ابره هو مش كده الابره بس هي صغيره بس نعم. انا بسهل للناس أيوة. بدخل جوه الابره بالسلكه دي ايوه وافضل ازق وشايف طبعا بحقن لغايه لما اوصل مكان ال الشريان اللي هو بينزف او أيوة. او السرطان اللي انا عاوز احقن فيه كيموثيرابي أيوة. طبعا في اساطر يعني نعم. في اساطر انا بحقن عن طريقها وكده يعني طيب. فده مجال الابر طبعا في ابر تانية بستخدمها للامراض الكبد اللي هي أيوة. الراديو فريكوانسي أيوة. والحاجات دي العلاج الحراري وفي حاجات الكواجل يسموها بالعربي اللي هو زي تجمد السرطان وحاجات بالتجميد بالتبريد دي برضو إبر يعني حاجات كتيرة يعني مجال كبير ومصنعة بشكل طبعا مختلف أكيد يعني متناسب لكل حالة لها أجهزة معينة نعم. وكده لأن إحنا مجال الأشعة التشخيصية الانتربنشن نعم. هي نفس الأجهزة بتاعت الدياجنوستيك اللي هي بتاعت التشخيصية نعم. بس إحنا بنستخدمها في مجال الإيه الانترفنشن اللي هو العلاجية نعم. مع طبعا في أجهزة تانية بنستخدمها تمام يعني نعم. عالم مثير فعلا للحيرة والتساؤل نعم. أحيانا لكنه نعم. بيعطي نتائج أكيد نعم. هامة جدا نعم. في علم الطب دكتور رح ناخذ إحنا انتهينا من الساعة الأولى رح ننتقل للساعة الثانية في كيف الصحة مشاهدي الكرام مع الدكتور أحمد الشربجي وهو طبعا أخصائي الأشعة التداخلية مع موضوع حلقتنا اليوم الأشعة التداخلية ثورة في عالم العمليات الجراحية الدقيقة وسنكون في استقبال أيضا اتصالاتكم كونوا معنا